عندنا اكيوت كومبليكيشن يا جماعه وكرونيك كومبليكيشن. اكيوت اند كرونيك كومبليكيشن. ايه الاكيوت كومبليكيشن والكرونيك كومبليكيشن؟ الكرونيك كومبليكيشن هتقراها وتقطعها من الكتاب مالكش، بص ما تهتمش بيها اقراها وقطعها. والدايابيتك فور في الكتاب برضه اكتب عليها او اقطعها من الكتاب. انا عاوز بس الاكيوت كومبليكيشن والكرونيك هنفرق بس مش مهم. ايه الاكيوت كومبليكيشن؟ عندنا حاجه اسمها دايابيتك كوما رقم واحد، حاجه اسمها هايبوجلايسيميك كوما، ايوه، وحاجه اسمها دي كي ايه، حاجه اسمها هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار مانكيتوت كوما، حاجه اسمها لاكتيك اسيدوز. ده بقى في اقصى يعني قالوا دي بشوت اكاونت دول اكيوت كومبليكيشن اوف دايابيتس، وده بقى قالوا دايابيتك كوماز، يعني عدي الكومات كلها وقولها اشرحها كلها. لو سؤال دي كتفيش 10 صفحات. ايه دايابيتك كوما؟ يعني رقم واحد هايبوجلايسيميك كوما، قلنا رقم واحد فين؟ هايبوجلايسيميك كوما. ايه هايبوجلايسيميك كوما دي؟ يعني هايبوجلايسيميك كوما يعني ايه؟ يعني حصل له هايبوجلايسيميا، دلوقتي الجلوكوز قل عن 50، لو قل عن 50 يبقى عندي عنده هايبوجلايسيميا. ايه اللي حصل؟ ليه الجلوكوز قل عن 50؟ والعيان دايابيتك اصلا، ازاي دايابيتك قل عن 50؟ مش هو دايابيتك المفروض يبقى هايبوجلايسيميا؟ اه. تعال نشوف ازاي. مش العيان المفروض مثلا بياخد انسولين صح؟ او بياخد اورال هايبوجلايسيميك دايت. لو بياخد انسولين مثلا وانا قلت له كل 10 وحدات بيحصل اجتهادات كتيره في البيت. بيجي لي مثلا يعني بقى مثلا اول الخميس اللي فات كان معايا عيانه سكرها 700. يا ست الكل بتاخد العلاج ليه؟ قالت الدكتور قال لي خد 30 واحده الصبح و20 بالليل. وانت عملت ايه؟ قالت بنتي اللي قاعده دي قالت لي خد ال 50 الصبح. فاهم ازاي؟ فعلى اجتهاد شخص. فبتيجي كل يوم بالليل المستشفى هايبوجلايسيميك. فالعيان ساعات هو نفسه يا اما خد جرعه زياده الصبح، هي خدت 50 الصبح، الصبح يجي لها هايبوجلايسيميا وبالليل يجي لها هايبوجلايسيميا، عمال تنوع بقى. في بقى اول حاجه تعمل هايبوجلايسيميا والعيان دايابيتك انه خد جرعه زياده من الانسولين. حاجه اسمها ايه؟ اكسسيف انسولين يوز، صح؟ ما هي الجرعه الزياده هتدخل الجلوكوز جوه الخلايا فيحصل له هايبوجلايسيميا. رقم واحد اكسسيف انسولين يوز. رقم واحد اثنين ايه كمان يعمل كده؟ لو العيان اصلا خد الانسولين وما كانش ميست مين؟ واحنا خدنا الانسولين الجلوكوز هيخش جوه الخلايا، فلازم العيان ده ياكل عشان يعوض القصه دي. ولو خد انسولين بس والجلوكوز دخل وهو ما كانش هيخش في هايبوجلايسيميا. عشان كده تلاقي الناس كلهم بياكلوا الانسولين قبل الاكل على طول، دي حاجه مش صح. ما هو امتى يبقى ما خدش انسولين؟ عيان مثلا خد حقنه الانسولين جاي ياكل، حد قال له النتيجه طلعت صح، راح يجي يشوف شال كام ماده، فهو بيجري عمل اكسرسايز عالي فكان خلص الجلوكوز اللي عنده وكمان ما كانش هو واخد انسولين. حد فاهم حاجه؟ يبقى ده واحد خد الانسولين وما كانش وكمان عمل اكسرسايز. يبقى رقم واحد واحد عنده ايه؟ ميست نيم، يعني خد انسولين من غير ما ياكل، ساعتها هيخش في هايبوجلايسيميا. دي حاجه كارثيه جدا. عشان كده بنقول للعيال ده بلاش تاخد الانسولين قبل الاكل، خليه في نص الاكل عشان نضمن انه يكون كل عشان ما يخش في هايبوجلايسيميا. هايبوجلايسيميا حاجه فيتا لو ما تلحقش. يبقى رقم واحد عنده ايه؟ اكسسيف انسولين دوز. رقم اثنين ايه؟ ميست نيم. او واحد حصل له اكسسيف اكسرسايز افتر انسولين دوز، اللي هو طلع يجي على الكليه يشوف النتيجه. خد الانسولين طلع عامل سيفير اكسرسايز، مش الانسولين هيدخل الجلوكوز جوه الخلايا، والاكسرسايز بيخلي المصل تشد الجلوكوز حتى من غير انسولين. فالاكسرسايز هيستهلك كميه كبيره من الانسولين، مع الانسولين هو اخره هيخش في هايبوجلايسيميا. حد فاهم؟ فالمفروض ما يعملش اكسسيف، يعمل مايلد اكسرسايز. يبقى ثلاث حاجات قلت ميست مين؟ قلت رقم واحد اكسسيف انسولين دوز او اكسسيف اكسرسايز افتر انسولين دوز، يا خد انسولين كتير يا اما جرب على انسولين كتير. او ايه كمان؟ او ميس ذا مين ما كانش، او ديكريز ذا اليمينيشن اوف انسولين. هو بياخد انسولين جرعه عاديه فبيخرج عن طريق الكدني. الكدني بتعمل حاجه اسمها كليرنس صح؟ خرج الحاجات دي انسولين كليرنس. لو العيان ده في يوم من الايام دخل في اند ستيج كدني ديزيز، دخل في كرونيك كدني فيلير، هل الكدني قدر يخرج الانسولين؟ لا، قلل الانسولين كليرنس فالانسولين فضل قاعد في الدم وياخد جرعه ثانيه وجرعه ثالثه يحصل اكيوبريشن فيخش في هايبوجلايسيميا. يعني عيان دايابيتك وانت بتدي له انسولين جه في يوم من الايام قال لك يا دكتور الحمد لله بطل دخل الانسولين والسكر مظبوط، بتفرح ولا بتزعل؟ بزعل جدا. هو برضه هو كان بياخد انسولين يعني ما كانش عنده انسولين صح؟ يقول لك النهارده قللت الجرعه بتاعت الانسولين والسكر مظبوط، يبقى حصل هنا فيلير من الدايابيتس اصلا، فالكدني ما عادش بيخرج الانسولين. حد فاهم حاجه؟ يبقى ايه اللي بيعمل هايبوجلايسيميا؟ هايبوجلايسيميا كوما. قال لك رقم واحد مين؟ اثنين اكسسيف واثنين ميس. اثنين اكسسيف اللي هو ايه؟ اكسسيف انسولين دوز اكسسيف اكسرسايز افتر انسولين دوز، واثنين ميس. يبقى ميس دي مين؟ يبقى ميس دي اليمينيشن اوف انسولين. ميس دي مش يعني كيس دي اليمينيشن اوف انسولين، ما خرجوش زي بينا الفيلير. ايه اعراض الهايبوجلايسيميا دي؟ مش قلنا هايبوجلايسيميا على السكر اقل من 50 صح؟ لما يقل عن 50 يحصل ايه؟ رقم واحد لو قل عن 50 يبدا يحصل ادرينرجيك سيمبتوم،
صح؟ ادرينرجيك يحصل بس انت اوفر اكتيف. مش قلنا في حاجه اسمها ورنينج ساين بتحصل مع الهايبوغلايسيميا؟ وكان في نوع ما بيحصلش مع الورنينج ساين اسمه ايه؟ بتاع الهايبوغلايسيميا. نعم؟ كان في مرض ما بيحصلش مع الورنينج ساين. كوشنج. بيحصل مع الهايبوغلايسيميا. الكونز مش ليها علاقه بالدايبيتس. عكس الكونز. عكس الكوشن يعني الناس كتير مش عارف هو وناس بتقول كونز وانت قلت ايه؟ قالت كوشن وناس هنا بتقول عكس الكوشن يعني انت بتستلعب هو ليه انفيليا؟ احنا خدنا الاليسون ديزيز بيحصلوا هاي ومفيش ورنينج سنتمز. خدناه امتى الدرس ده؟ اول سنه 73 72 او سنه 73 يا كويس انت حلو من سنه 73 وانت حاولت اسال مش ده حلو برضه قلنا لما يقل عن 50 يحصل ادرينرجيك سيمبتوم. يعني هي مين الادرينرجيك سيمبتوم دي؟ قلنا اول ما الجلوكوز يقل عن 50 الجسم يحاول يلحقنا يطلع كورتيزول وكاتيكولامين. قلنا اللي بيشتغل بسرعه هو الكاتيكولامين تطلع الليفر يزود حاجه اسمها جلايكوجينيز وجلوكوجين عشان تظبط مين عشان تظبط الجلوكوز. فاستنى الكاتيكولامين طلع تزود الجلوكوجينيز والجلايكوجينوسيس الكاتيكولامين الكتير هتبدا اعراض السمباثيتك اوفر اكتيفيتي اللي هي مين بقى؟ اللي هي ادرينرجيك سيمبتوم اللي هي مين يعني؟ تاكيكارديا تستاهل كلمه تستاهل تاكيكارديا وسويتنج وتيمر وانكزايتي وهيليك وهاندرز صعبه؟ يبقى رقم واحد لو قال عن 50 يحصل ادرينرجيك سيمبتوم بنسميها ويرنينج ساين اللي هي كلمه تستاهل اللي كانت بتحصل مع الفيكو موسيتوم تاكيكارديا سويتنج تيمور انزايتي هيليك وهانجر. صعب لما نشوف الحاجات دي كلها اسمها ويرنج ساي علامات تحذيريه بنقول العيال ده خلي بالك انت كده داخل في هايبوكلاسيميا لازم يلحق نفسه لو كان لسه كونشس ياكل حاجه مسكره مجرد ما ياكل اي حاجه مسكره هيفوق على فكره. طب لو كوماتوز هديله انا جلوكوز من بره. ساعات العيال لما بتحصل له الحاجات دي كتير الاتاك دي كتير بعد كده ما بتحصلوش ما يحسش بيها. يعني في حاجات بتعمل سايلنت هايبوكلاسيميك كوما زي مين؟ زي الابس صح؟ زي الناس اللي بتاخد بيتا بلوكر لما قفل السمباثيتك هيشتغل ازاي الكاتيكولامين؟ مش قلنا ممنوع بيتا بلوكر في الدايابيتس لو حد فاكر سنه 52 صح؟ قلنا ممنوع في الدايابيتس. وقلنا كمان لو واحد اولد ايج النيرفات بتاعته مش شغاله قوي مش هيحس بالكوما دي. او لو واحد كمان عنده ريكارد اتاكس يبقى ليه اسمها ويننج ساين. امتى بقى يبقى عنده ساينت كوما؟ هيقول يسيب كوما. رقم واحد لو اديسون ديز دي مفيش اصلا مين؟ الكاتيكولام مش شغاله مفيش كونزول شغال. رقم اثنين الايه؟ السمول بي بيتا بلوكر صح؟ ومين كمان بيعمل كده؟ الناس الاولد ايج عشان النيرفات عندهم مش سنسيتيف قوي. واكثر حاجه لو عنده ريكارنت اتاكس لو الموضوع اتكرر معاه. يعني كان معايا معاد عيان الاسبوع اللي فات بيقول لي يا دكتور انا سكري بيقل. ودلوقتي سكري بيقل وانا مش حاسس بحاجه وانا زعلان. قلت له القلص الاول كان السكري بيقل يجي لي تاكيكارديا وسوتين ساعتها كنت بعرف بقى الجلوكوز. طب هو السكري معلش بيقل ليه؟ قلت له الموضوع بيحصل كتير قال كان بيحصل لي كل يومين ثلاثه. وراجل اولد ايج يبقى هو اولد ايج والموضوع كان متكرر ريكارنت اتاكس فطبيعي انه هارد يجي له سايلنت كوم. مع ريكارنت اتاكس الجسم اتعود على الهايبوكلاسيميك كوم فما عادش بيستجيب لها بالسمباثيتك اوفر اكتيف. حد فاهم حاجه؟ ماشي. يبقى رقم واحد لو قال عن 50 ادرينرجيك سيمبتوم. رقم اثنين لو قال عن 30 يحصل ايه؟ يحصل سي ان اس مانيفستيشن. قال عن 30 خلاص بقى العيان ده بيشيع مش ادرينرجيك سيمبتوم ده خلاص بيقابل ربنا. يعني يحصل ايه؟ في الاول شويه هيليك ولا كونسنتريشن وبلوند فيجن بس ده كلام سهل. هيخش في كونفيوجن كونفرجن كوم على طول بسبب هايبوكلاسيميا. يخش في كونفرجن ياما شفنا حالات تجي المستشفى كونفرجن تدي جلوكوز كده كونفرجن ده جلوكوز ده 20 هي اللي عامله كونفرجن كسمباثيتك اوفر اكتيف. رقم اثنين ممكن بعد كده يخش في كوم صح يبقى كونفيوجن العام بيبدا يدوخ كونفرجن. ماشي. من اكثر الحاجات او اكثر حاجه ممكن ترعبك في حياتك لما تشوفها هي الهايبوكلاسيميا. كان معايا عيان يوم عيد الاضحى السنه اللي قبل اللي فاتت كان جاي السكر بتاعه 400 وشويه وعلقنا انسولين والمسح مسح معاه المحلول وانا بشوف عيان تاني قعد تعالى يا دكتور الحق شوف العيان شوف العيان وانا عمال بشوف في الحته الثانيه بقول له بقول له شغال براحتك كان من فوق 400 رحت بسرعه جه ابنه كده شالني كده وداني جاب العفاريت قال لي راجل بيموت رحت لقيت الراجل عينيه بتقلب كده خلاص هو يعني رايح لو كان بيريز السكر طلع 13 يعني نص دقيقه وكمان والموضوع هيتقل فاهم حاجه مرعبه جدا. طب هاي بلاسيما حاجه خطيره ليه ده بمنتهى السرعه على طول تدي لعيب جلوكوز اي في تنتزع على طول مجرد ما يشم جلوكوز بيفوق وهي من احسن حالات في علاجها خد جلوكوز قبل مش الموضوع خلص. يبقى رقم واحد ادرينرجيك سيمبتوم كلمه تستاهل. رقم اثنين سي ان اس سيمبتوم يحصل ايه؟ قلنا بلاي ديفيجن وراكم فوزي بس بعدها اهم حاجه كونفيوجن
كونفرجنس كانفستيجيشن. وانا عنده هايبوجلايسيميا يا مان اعمل له انفستيجيشن ايه؟ اقول له تعالى اعمل هيموجلوبين سي لا طبعا ده هو راندم على طول صح؟ يطلع اعلى من كام؟ بلاد شوجر اقل من 50 على طول ده هايبوجلايسيميا. طب اعالج ازاي؟ واحد عنده هايبوجلايسيميا لو اي حاجه هايبو بيبني ريبليسمنت بسير واحد عنده هايبوجلايسيميا مش جلوكوز هديله جلوكوز. لو قال لك كونشوس يعني واحد هديله اورال جلوكوز هياكل حاجه مسكره. طب لو يعني الاستيربت هديله مين؟ جلوكوز اي بي. طب انت ساعات او بتشوف كتير ناس هايبوجلايسيميك وانت في مكان ما فيهوش جلوكوز. حد وقع في الشارع وهايبوجلايسيميك وانت عارف ان هايبوجلايسيميك غالبا هو واخد انسولين وما كلش وانت مش معاك جلوكوز اي حاجه مسكره سكر حاطين فوق هيفوق عسل مربى اي حاجه هيفوق تحط جوه على البكتر الميكوزا بيحصل له ابزوربشن العيان هيفوق فعلا. يبقى رقم واحد لو كونشوس هديله جلوكوز. طب لو الاستيربت كونشوس ليفل قد ايه؟ جلوكوز اي بي صح؟ لو الهايبوجلايسيميا سببها انسولين العيان بيخف على طول. لكن سببها لو الهايبوجلايسيميا ديو تو اورال هايبوجلايسيميا ده عندك بياخد سلفونايل وهي بتشتغل وقت طويل فالدواء لسه موجود في الدم وشغال مهما تدي جلوكوز الدواء لسه شغال واخد جرعات عاليه فالهايبوجلايسيميا بتطول شويه حد فاهم؟ طول ما تظبطها تقل تاني. فلو عنده اورال هايبوجلايسيميا بنقول كده هايبوجلايسيميا من بروم فور لونجر تايم ممكن تطول شويه ليه؟ الدواء الاورال بيطول شويه في الاكشن بتاعه. يبقى اللي عندي هيعالجه لو كونشوس جوه الجلوكوز لو استيربت جلوكوز اي بي لو هايبوجلايسيميا ديو تو اورال هايبوجلايسيميا داز مي بيرزيست فور لونجر تايم. يعني ايه هايبوجلايسيميا بعد الجلوكوز اللي من كام؟ 50 يعني كانت السبب ايه؟ الميكولوجي؟ الدين اكسس اللي هم قلنا اكسس الانسولين دوز او اكسس الاكسرسايز افتر انسولين دوز وبعدين الاليمينيشن اوف انسولين زي هنا في تلك البكشر يا ادي النيجيك سيمتوم يا سين نسيس ادي النيجيك قلنا يعني بتستاهل اللي هي تجيكارديا سويتنج تيرمو انكزايتي وهيبي كونجابين رقم اثنين لحد ما نلاقيها في الكتاب سيلس سيمتوم مش هنلاقيها. ايه سيلس سيمتوم؟ هانجر بين لاك اوف كونسنتريشن كونفيوجن كونفرجن كانفستيجيشن هي حاجه واحده حاله امرجنس بلاد جلوكوز اقل من 50 اعالج لو اللي عندك كونشوس يبقى جلوكوز لو ستيبل جلوكوز اي بي لو هايبوجلايسيميا دي تو اوفر هايبوجلايسيميا ده قلت مين بيرزيست فور لونجر تايم يعني لازم اتابع وقت اطول ما اديش جلوكوز ولا اروح لا خليه معاك في المستشفى بقى ماشي. عندنا حاجه اسمها هايبر جلايسيميك هايبر اوسمولا نان كيتوتيك كوم وحاجه اسمها دي كي اي وحاجه اسمها لاكتيك اسيدوز. اللاكتيك اسيدوز مش مهم بس اعرفها ايه اللاكتيك اسيدوز دي؟ لاكتيك اسيدوز اللاكتيك اسيدوز قصتها ايه؟ واحد عنده اسيدوز بسبب مين؟ اللاكتيك اسيدوز ده واحد عنده دايابيتس وبيتعالج من ضمن الادويه اللي بنعالج بيها يا فندم من ضمن الادويه اللي بنشتغل عليها ربنا بيجي دواء اسمه باي جوانين او ميتفورمين دواء اسمه ايه؟ باي جوانين او ميتفورمين كده على الكتاب عندكم شرح بتاعي تاني؟ انا قلت ازيكم مش لاقيين حاجه انا بصيت امبارح على الكتاب بتاعكم وانا هنا مش لاقيين مش كتاب وحش جدا كله شايف كله باثولوجي وفسيولوجي والكلام ده طيب لاكتيك اسيدوز ركز معايا لاكتيك اسيدوز انا على فكره قبل مش الاسبوع اللي فات سالت حد قلت له لو انتوا عاوزين اشرح الدايجنوستيك من كتاب الاسم اشرح من كتاب الاسم قال لا الشخص ده قال لي لا اشرح من كتاب الاسم ماشي والله ما فاكر مين قال لا حد قال لي هنزل من كتاب الدكتور مايك بصوا يا جماعه خلصت الكلام لاكتيك اسيدوز يا جماعه الدايابيتس ده من الحاجات اللي كل يوم فيها ابديت ده الدايابيتس يا دكتور عندي تقريبا نص كتاب لوحده مش نص كتاب لوحده اكشولي هو اصلا في معظم الجامعات الدايابيتس ده كتاب لوحده في عين شمس كتاب اسمه دايابيتس في الاصل الياباني كتاب اسمه دايابيتس ده كتاب الدايابيتس سبيشياليتي في الطب على فكره في دكاتره متخصصه دايابيتس واللي بيخش يشرح محاضره في الكليه واحنا في الكليه كان بيدرس لنا استاذ دايابيتس بس والله يخش يشرح اسمه استاذ دايابيتس والله العظيم دايابيتس بس فارس مش ده بقى علم لوحده ساينس لوحده انت عندك 5000 بنش بطنه و5000 بنش اطفال عاوز بقى تذاكر دايابيتس يبقى ان شاء الله انت بقى كمل السنه دي دايابيتس مش هنخلص بقى فاحنا بنقول انت اندر جرادويت مش مطلوب منك غير انك تلم الحاجات بتاعت اندر جرادويت طبيعي عشان هو علم الابديت بتاعته زادت قوي يا فندم فطبيعي ان الكتاب يزود حاجات كتير بس انت اعرف المينيموم اللي هو بتاع البكالوريوس يكون عارفه الاندر جرادويت انت مش مطالب بحاجات بتاعت ماجستير ولا حاجات بتاعت ام دي
اللي في الكتاب عندك ده بتاع ام دي بتاع ماجستير بتاع ماستر اللي هو الدايبيتس عندك فوق ماستر انت لا كفالك لا تقدر تدي اللابوري ده اللي هتحل في الامتحان. حبيت نزود فيه بعض ايام لابوري احنا ممكن ندرس زي ما قلت في ثلاث حصص عادي بس في الاخر انت خسران. هو سؤال هيجي في الامتحان حليته زي ما انا بقول حليته زي ما في الكتاب مش هتفرق. المهم انا كتبت فيه خدت فيه الفول مارك خدت فيه 10 من 10 خدت 8 من 10 مش هتفرق بس مش هضيع في وقتك بس ده خلاص تمام. وفي النهايه ما حدش بيحل سؤال الدايبيتس خلاص يعني انا مش عارفه اديك مذاكرتي ايه لاكتيك اسيدوز مش عارف ليه مذاكرتي مين والله العظيم اتذكر من كتب مقبوله المصري يعني لو اي حد معدي في الشارع عمل كتاب وما في المكتبه هتذكره اللي هو اي علم اي علم موجود في الشارع اه ده شكله حلو يعني المفروض يبقى السورس اللي انا عاوز بتاع الكليه فعشان كده ما اعرفش يعني هو كتاب الكليه؟ اه تقريبا لا ده مش كتاب عشان كده انا مستغربه ما انا فاهم والله قلنا يعني لاكتيك اسيدوز يعني ايه؟ واحد بياخد ادويه قلنا من ضمن ادويه الدايبيتس ده اسمه فايت كوانين او راس ميت فورمين او اسمه سيلوفاج وجلوكوفاج لو تسمعوني يا دكتور ايه؟ بتضحك على ايه؟ حاجه اسمها سيلوفاج او جلوكوفاج او ميت فورمين او فايت كوانين. ايه قصه الفايت كوانين دي الادويه دي بتعمل ايه؟ الباي كوانين ده كان الاكشن بتاعه جميل جدا وبنحب نستخدمه جدا في الدايبيتس. اصل الباي كوانين يا دكتوره لو انا اول من اول حصه ماسك الكتاب كده كده رايحه جايه على انها تلاقي حاجه مش لاقيه ومع ذلك اللي عجبني ايه الصور انها رايحه جايه وما بتزهقش يلا معانا اهو روان تعالى مش هتضايق ما تحاوليش طب يا دكتور اهو في حاجه لقيت حاجه عندك علمها علمها ده هو في مش لاقي موافي؟ لا ده كده انا بقى ده لكتك يا سيلوز قلنا واحد بياخد ده اسمه واي كوانين. الواي كوانين دي ادويه بتعمل ايه؟ بتعمل كذا حاجه. رقم واحد بتقلل الجلوكوز ابزوربشن. بتعمل ايه رقم واحد؟ هي هو ده اللي هو اخر صفحه لا لا بس جايبها واحد بياخد جلوكوز المفروض يحصل له ابزوربشن. الباي كوانين ادويه حلوه ليه؟ انها رقم واحد بتقلل الجلوكوز ابزوربشن بتمنع الجلوكوز ابزوربشن دي حاجه حلوه. يعني هقلل الجلوكوز زي قلت لك خلاص احنا مش هناكل خلاص هنرجع لابزوربشن. عشان كده في ناس عشان تخس بتاكل الباي كوانين ده حد بياخد سيلوفاج مش عارف ايه بيعمل بقى ضيائيه وهنا الفيليا وحاجات كده. يبقى رقم واحد بقلل الجلوكوز ابزوربشن. رقم اثنين بقلل الجلوكوز ازاي كمان؟ بيزود حاجه اسمها انيروبيك جلايكوليز. هو الجلوكوز لو اتكسر ايروبيكالي مش هيطلع اي تي بي كتير. طب اني اوبيكالي يطلع قليل جدا من الاي تي بي. فانا لو استخدمت اوبيكالي هيطلع كميه كبيره من الاي تي بي فمش هحتاج اكسر منه كتير فيفضل عارف الدم. حد فاهم؟ لكن لو كسرته اني اوبيكالي فعشان اخد كميه الطاقه هكسر كتير. حد فاهم حاجه؟ فهل برضه الجلوكوز حد فاهم حاجه؟ يخرب بيت الدماغ. لو كسرت الجلوكوز اوبيكالي كل جزيئه هيدي كميه كبيره من الاي تي بي فانا مش هحتاج اكسره. هيفضل عارف الدم. لو كان انيروبيك الجزيء انيروبيك في البيت بس 2 اي تي بي صح ولا لا؟ فانيروبيك هيدي جلوكوز اي تي بي قليل فهكسر كميه 2 عشان احصل على كميه اي تي بي كويسه فهستهلك الجلوكوز فهعالج الهايبر جلايسيميا هعالج الدايبيتس. يبقى انا بزود حاجه اسمها انيروبيك ميتابوليزم عاوزين نحرق الجلوكوز فكسره هيرجع عشان يتكسر كله. حد فاهم حاجه؟ لما البايكوانين يزود الانيروبيك ميتابوليزم او الانيروبيك جلايكوليز بتنتج حاجه اسمها لاكتيك اسيد صح؟ لما يطلع لاكتيك اسيد بكميات كبيره يحصل حاجه اسمها لاكتيك اسيدوز. بس يبقى لاكتيك اسيدوز عباره عن ايه؟ عيان بياخد بايكوانين فحصل تيشو هايبوكسيا زاد مين؟ الانيروبيك ميتابوليزم او الانيروبيك جلايكوليز فطلع لاكتيك اسيد فحصل لاكتيك اسيدوز. العيان عنده اسيدوز يعني البي اتش اقل من 7.3 حلها ايه؟ الاسيدوز دي حاجه وحشه حاجه فيتا. حلها اظبط الاسيدوز ازاي؟ هديله الكلاين هديله صوديوم بايكارب. يبقى لاكتيك اسيدوز تحصل ليه؟ العيانين اللي بياخدوا باي كوانين الباي كوانين بيعمل ايه؟ بيزود الانيروبيك جلايكوليسيس فيزيد مين؟ اللاكتيك اسيد. فايه الكلينيكال برزنتيشن بتاع الاسيدوز؟ هنقول ايه عوامل الاسيدوز في الديك ايه؟ بس احنا جايبين بقى زي ما اعالجه ازاي؟ يا راجل ده عنده اسيدوز دلوقتي فالحل ان اديله الكلاين هدي صوديوم بايكارب ان اتش اتش سي او سي عشان اعمل ايه؟ عشان اظبط اعالج الاسيدوز هدي بايكارب الكلاين. طيب ايه البرزنتيشن بتاعه؟ هو نفس الدي كي اللي هقوله دلوقتي. طيب يهمني في الدي كي في دايبيت الكوما كلها اهم حاجه الدي كي دايبيت الكيتو اسيدوز وهنقولها بسرعه عشان نطول فيها. دايبيت الكيتو اسيدوز دي كي يعني ايه دي كي او يعني ايه دايبيتد كيتو اسيدوز؟
ده دكتور ده شرح الاسيدوز السنه لاكوانين ولا ده نص صح؟ ملناش فيه. بس. جماعه احنا هنتكلم على اسيدوز، ايه اسباب الاسيدوز؟ ما هناخدها بقى، لا اسيدوز هناخدها في الالكترونات في النفو. لو هنجمع اسباب الاسيدوز كلها هناخدها في النفو، يعني الكونز مش عارف حاجات كتير جدا. لكن انا بتكلم هنا اللاكتيك اسيدوزس اللي حصل في الدوام ده، بتكلم في الاسيدوز اللي لها علاقه بالدايابيتس. لكن لو هتكلم على الاسيدوز كلها الالكترولايت نفسه هناخدها وناخد علاجها ونكسب ده. دي كده يعني ايه؟ دي كده يا دكتوره رياض يعني دايابيتيك كيتو اسيدوز يعني ايه؟ عيان عنده دايابيتس، دايابيتيك يعني عنده هايبر جلايسيميا. يبقى سموح لي دي دايابيتيك يعني عنده هايبر جلايسيميا، ودي الثانيه دي هايجي. لما بيحصل هايبر جلايسيميا الجلوكوز عالي في الدم بيزود الاسكوريتي فيشد الفلو، فيحصل على مستوى السيلز دي هايديشن. يبقى كم واحد دايابيتيك وبيها هيدل هايبر جلايسيميا وبيها هيدل. والجيبن كبرها شويه كده ليه؟ ليه عنده حاجتين. الكي الاولى ان عنده حاجه اسمها كيتون بودي فورميشن، والكي الثاني ان عنده هايبر كاليميا. وهقول ليه. طب والايه عنده اسيدوزس؟ تاني كلمه دايابيتيك كيتو اسيدوز يعني عنده ثلاث حاجات. ايه هي؟ عيان كان عنده تايب 1 دايابيتس. تايب 1 يعني عنده انسولين ولا مفيش انسولين خالص؟ مفيش. فالجلوكوز ولا جلوكوزاي عارفه تخش الخلايا هيموت. الجسم حاول يلحقه يعمل ايه؟ راح يكسر الفات يعمل لها اوكسيديشن. لما يحصل لايبوليس ساعتها اولا هو كون ما عندوش انسولين خالص يا كذا، ما عندوش انسولين خالص، الجلوكوز قليل ولا لا؟ يبقى كم واحد حصل سيفير هايبر جلايسيميا. ولما حصل هايبر جلايسيميا الجلوكوز ده هيشد الفلويد معاه وهو جوه البلاد فيسل كده، فهيحصل هنا ديهايدريشن. ده فن مثلا عنده دوار طب عليه. بما ان الجلوكوز عالي مفيش انسولين خالص والجلوكوز مش عارف يخش جوه الخلايا، العيان هيموت. الجسم كسر الفات عمل لايبوليس، طلع من الفات. لما اتكسرت الفات بتتكسر لحاجه اسمها كيتون بوليس. مين الكيتون بوليس؟ حاجه اسمها اسيتون وحاجه اسمها اسيتو اسيتيك اسيد وحاجه اسمها بيتا هيدروكسيبيوتيك اسيد. اسيتون اسيتو اسيتيك اسيد بيتا هيدروكسيبيوتيك اسيد يعني كلها اسيدز. فالكيتو بول لما اتكسرت طلعت اسيد فحصل اسيدوز. يبقى اول حاجه كان دايابيتيك يعني هايبر جلايسيميك عامل دي هايديشن. رقم اثنين كيتون بودي فورميشن ازاي؟ اللايبوليسيس كسرت الفات طلعت كيتون بودي، يبقى كيتون بودي فورميشن. وبعدين الكيتون بودي اسمها اسيتون واسيد واسيتيك اسيد وبيتا هيدروكسيبيوتيك اسيد فدي اسيدز فحصل اسيدوزس. طب اخر حاجه انا قلت هنكبر دي عشان في هايبر كاليميا. ايه هايبر كاليميا؟ الجلوكوز لو كان دخل جوه الخلايا كان هياخد معاه بوتاسيوم صح؟ فاكرين لما قلنا ده يمسك جمهوريه بيخش بالحرز ومش عارف ايه؟ طب هو قاعد جنب الخلايا مش فاهم بوتاسيوم يفضل قاعد معاه في الخلايا، يبقى في هايبر كاليميا. دي لوحدها مشكله. حد فاهم حاجه؟ طيب حاول اتقل. طب اللي عنده دي كي ايه ده؟ احنا قلنا رقم واحد يحصل في اللي عنده انسولين ولا ما عندوش خالص؟ نعم نعم. هتقول عاده نقطه انسولين واحده كافيه انها تمنع دي كي ايه؟ نقطه تمنع دي كي ايه؟ يعني تايب 2 صعب جدا انه يحصل له في الدي كي ايه؟ اللي عنده انسولين انت يحصل له لو اتعرض لستريسفول كونديشن خلاص كده. لكن عاده يحصل في اللي ما عندوش هو تايب 1. يبقى دي كي ايه عباره عن اكستريملي سيريس كومبليكيشن اوف دايابيتس. احد الكومبليكيشن الخطيره بيحصل فيها تلات من ثلاث حاجات. هي دايابيتيك يعني في عنده هايبر جلايسيميا صح؟ كيتو عنده كيتو بودي فورميشن. والايه عنده اسيدوز. لان الكيتو بودي هي اسيد اصلا. يبقى عباره عن ميتابوليك ديس اوردر اكستريملي سيريس ميتابوليك كومبليكيشن اوف دايابيتس. كاركترايز الثلاث حاجات دايابيتيك يعني هايبر جلايسيميا كيتو بودي فورميشن اسيدوز لان الكيتو بودي هي اسيد. رقم اثنين بتحصل فين؟ بتحصل في تايب 1 مش هي بتقول فيها كيتون بودي؟ كلمة كيتون 1 يعني كيتون 1 دي يعني بيحصل في تايب 1 يوجوالي اوكي ويز تايب 1 دايابيتس. طب امتى يحصل مع تايب 2؟ تايب 2 عنده انسولين يحصل له ازاي؟ لو خلصت الانسولين لو اتعرض للبريسيبيتيتنج فاكتور خلصت الانسولين زي مين؟ زي انفكشن او انفكشن او انتوكسيكيشن. انفكشن وانفكشن ميكوبيا انفكشن وانتوكسيكيشن توكسيستي زي الالكوم توكسيستي. سواء حصل له انفكشن او انفكشن مش دي كلها ستريس فور كونديشن؟ هتقول لي هي الستريس فور كونديشن بتخلص الانسولين في تايب 2؟ بتخلص الانسولين ازاي؟ لما تحصل له يعني الحاجات دي بتستهلك الانسولين ازاي؟ الحاجات دي مش بتستهلك الانسولين، الحاجات دي بتزود مين؟ الستريس فور كونديشن زي الانفكشن والانفكشن دول ستريس فور كونديشن فهيزودوا الكورتيزون والكاتكوكر المشروب بتوع الستريس. لما يزيد الكورتيزون والكاتكوكر الاثنين دول بيعملوا فيه بلاد جلوكوز
قال له جدا هايبر جلايسيميك ريتيندو. هو كان تايب 2 كان عنده انسولين بس قليل، لما بقى دول زاد فعل الجلوكوز استهلك الانسولين القليل الجلوكوز العادي. حد فاهم حاجه؟ فبقى زيه زي تايب 1. قلت انفكشن 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 يعني عنده مايكارديال انفكشن، ده ممكن يخش في كي اه. تخيل بقى هو ام اي ويموت وكمان يخش في كي، والعكس صحيح اللي عنده دي كي يخش في ام اي بارد. اللي عنده دي كي عنده بوليوريا صح، الجلوكوز بينزل وعنده دي هيديشن البلاد فيسكوستي بتزيد. حد فاهم حاجه؟ فده يسهل الثرومبوز ويدخله في كي. ده غير اللي عنده ام اي كمان عنده مشكله. اللي عنده ام اي ده يا دكتور ايمان او اللي عنده دي كي يحصل له، قلنا اللي عنده دي كي يحصل له ام اي صقص عليه عشان في بوليوريا دي هيديشن في فيسكوستي عاليه. وكمان اللي عنده دي كي الجلوكوز ما بيخش المصل بتاعت الكاردياك مصل ما بيخشهاش جلوكوز، فده يسهل الام اي. طيب يبقى انا قلت بيحصل في تايب 1 بيحصل في تايب 2 لو اتعرض للبريسيبتيتنج فاكتور زي الانفكشن والانفكشن والانتوكسيكيشن كلها ستريسفول كونديشن. هتزود الانتي ستريس هرمون زي الكورتيزون والكاتيكولين هيعلوا بلد جلوكوز فهيستهلكوا الانسولين قليل، ده فبقى زي تايب 1. طب ايه الكلينيكال بيكشر بتاعه؟ بيحصل ايه العيان ده؟ انا قلت كلمه دي كي اي صح؟ قلت طب واحد دايابيتك ودي هيدريشن، او طب واحد دايابيتك يعني عنده ايه؟ هايبرجلايسيميليه عشان الجلوكوز عايز يخش الخلايا بس في انسولين؟ لا ما هو عنده تايب 1 مفيش انسولين خالص، الجلوكوز مش قادر يخش الخلايا، يبقى ليه عنده هايبرجلايسيميا؟ جلوكوز كان انتر سيلز، الجلوكوز مش عارف يخش جوه الخلايا فعنده هايبرجلايسيميا. رقم اثنين يحصل له دي هيديشن، ليه عنده دي هيديشن؟ اولا الجلوكوز ما بيخش جوه الخلايا فالفلوج ما بيوصلش، الفلوج قاعد في السيركيوليشن، ففي سيلولر دي هيديشن. وبعدين الجلوكوز هينزل في اليورين وشد معاه الميه بيحصل بوليوريا اكسسيف بوليوريا في النهايه دي هيديشن. يبقى رقم واحد هايبر جلايسيميا ودي هيديشن هي دي دايابيتك هايبر جلايسيميا يعني ودي هيديشن. طب والكيدي؟ قلنا الكيدي دي حاجتين كيتون بوري وبوتاسيوم عالي. يبقى بوتاسيوم عالي عنده هايبر كاليميا، ليه عنده هايبر كاليميا؟ عشان الجلوكوز لو كان دخل جوه الخلايا كان خد مع مين؟ بوتاسيوم. هنا الجلوكوز ما بيخش جوه الخلايا فقعد معاه البوتاسيوم. بس ده مش كافي اللي يعلي هايبر كاليميا، ده مش كافي. امال ايه اللي حصل؟ كمان اللي عنده مش قلنا عنده اسيدوزس؟ لما يكون عندي اسيدوزس الاسيد بيخش الاكسشينج ويز بوتاسيوم، فالاسيدوزس بتعمل اكسترا سيلولار شيفت اوف بوتاسيوم. يعني البوتاسيوم ما بيخشش مع الجلوكوز وبيجي عليه زياده من جوه الخلايا، بيحصل اكسترا سيلولار شيفت بسبب الاسيدوزس. يبقى رقم 2 عنده هايبر كاليميا ليه؟ بسبب اكسترا سيلولر شيفت اوف بوتاسيوم، ده السبب الرئيسي لمين؟ الاسيدوزس للهايبر كاليميا. رقم 3 قلنا في كيتون بودي، ايه بقى كيتون بودي؟ ليه في كيتون بودي؟ قلنا عشان ما فيش جلوكوز بيستهلك فيكسر الفات يعمل لايبوليسيس. ولما يكسر الفات لايبوليسيس بيكون منها حاجه اسمها كيتون بودي. مين الكيتون بودي؟ اسيتون واسيد اسيتيك اسيد وبيتا هيدروكسي بيوتيك اسيد. كلهم اسيدس. فطبيعي ده كلهم اسيد العين يخش في ايه اخر حاجه؟ اللي هي اسيدوزس. صعبه؟ رقم واحد اول دي دايابيتك يعني عنده هايبر جلايسيميا جلوكوز كان انتر سيلز. ورقم اثنين دي هايليش. طب والكي؟ هايبر كاليميا وكيتون بودي. هايبر كاليميا ليه؟ اكسترا سيلولار شيفت وبوتاسيوم. وكيتون بودي ازاي؟ ان حصل لايبوليسيس فتكون كيتون بوليز اللي هي اسيتون واسيتو اسيتيك وبيتا هيدروكسيبيتيك اسيد اللي هي اسيدوزس. اللي ايه اللي هي اسيدوزس؟ ايه الاعراض بتاعت الاسيدوزس؟ الاسيدوزس هتعمل ايه؟ ايه الكلينيكال سيمبتوم بتاعت الاسيدوزس؟ الاسيدوزس هتاثر على كل المصل. كل المصل هي سكليتال مصل كاردياك مصل وسموز مصل هي جو اي تي اللي هو جي اي تي يعني. وحاجه فوق حاجه تحت. الاثنين اسيدوز والهايبر كاليميا بس هتكلم مين للاسيدوزس؟ والاسيدوز كمان تاثر على الاسبيريشن والكدني. الاسبيراتوري اندينا. تعال نشوف. اللي عنده هيشتكي من ايه كاسبيراتوري؟ اللي عنده اسيدوزس ده هيشتكي من ايه؟ خدناها قبل كده. جبنا سيرتها 5000 مره قبل كده صح؟ اه صح يا دكتور ايمان؟ في هنا الفيلير صح؟ تليفونك هنا الفيلير. كان عنده هناك اسيدوزس صح؟ في هنا الفيلير قلنا اللي عنده اسيدوزس بيحاول يصلح انتير اللنج. بيصلح ازاي؟ بيعمل هايبر فنتيليشن كوزمول بريسنج عشان يوش السي او 2 عشان ما يكونش كربونيك اسيد ويزود الاسيدوزس. حد فاكرها ولا اشرحها؟ يبقى رقم واحد اسيدوزس بتعمل ايه؟ اسبيراتوري تعمل رابد ديب بريسنج. ايه الرابد ديب بريسنج اسمه ايه؟ اسمه كوزمول بريسنج صح؟ اسمه كوزمول بريسنج. طيب خدنا حاجه اسمها كوزمول سايد؟
فين؟ في كان ايه الكوزمون ساين؟ ماشي حاول بكره مضبوط. اثبات بيعمل ازاي حاجات بقى بس ملهاش علاقه بالكلام اللي هو العكس فما فيش اثبات بيحصل لابي البيزي اسمه كوزمون بيزي ماشي. ليه حصل الكلام ده؟ قلنا عشان يحصل واشنج للسودو، ولما يحصل واشنج للسودو هيبقى ايه؟ اللي عندها يخرج ال HCO2 فمش هيكون كربونيك اسيد فنصلح الاسيدوس. يبقى رقم واحد اثبات عنده رابل ديب اسبيريشن او عنده كوزمون بيزنج، رقم اثنين عنده اسيتون ادر مش عنده كيتون بوريس. الكيتون بوري بتاعها بتاع الفولاتايل طالعه مع الهواء بتعمل اسيتون ادر بتشمها من على بعد ويروح فوق اسيتون ماشي. دي من ضمن اسباب الهاليتوسس صح؟ خدنا حاجه اسمها هيليتوسس اللي هي بالايه دكتور اسيتون ادر. يبقى رقم واحد رابل ديب اسيتون بيزنج، رقم اثنين اسيتون ادر بسبب الكيتون بوريس. رقم اثنين ايه اللي يحصل ايه؟ طب انا بدي كده يحصل له ده على مستوى هنا عنده بوليوريا ما عندوش عنده بوليوريا شايف الجلوكوز كتير نازل شايف هو ميه وعنده جلوكوزيا ولا لا وعنده كيتونيا ولا لا حد فاهم حاجه ده ديابيت الكيتو اسيتوز هيبقى عنده بوليوريا وجلوكوز وكيتونيا عشان اوريك كده على مستوى بقى المصل كل المصل تبقى ويك يضعف كل العضلات على مستوى السكيت ده المصل يحصل مصل البين ومصل الكانفس ويكنس مصر ويكنس مصر بيل مصر كامس عشان الاستابيليتي بتاعت الريست الممبرين بوتنشال حصل فيها ديستربنس بسبب الهايبر كاليما والاسيدوسس. رقم اثنين على مستوى الكارديك مصر يبقى عنده ديكريز كونتراكتيليتي مفيش ضعيف المصر عضل ضعيف وممكن يحصل له ارزميا بسبب الهايبر كاليما. على مستوى الجي اي تي عنده اسيدوسس فيبدا الجسم يطرد الاسيد في الجي اي تي ينزل في الاستومك في صوره اتش سي ال هايدروجين مع اتش سي مع سي ال فيعمل جاستريك ايريتيشن فيعمل انوركسيا نوزيا بومتن وبعدين يعمل ايه؟ انوركسيا نوزيا بومتن وابدومينال بين بسبب مين؟ بسبب الهايبر كاليميا والاسيدوسس. احنا خدنا حاجه قبل كده في هايبر كاليميا واسيدوسس بتعمل جي اي تي مانيفستيشن؟ احنا كل ما نمشي في المنهج بتجيلي التجمعات مش ده السوكسيستي كان بيعمل هايبر كاليميا وبيعمل اسيدوسس صح؟ فعشان كده بيعمل جي اي تي رابس. مش ده السوكسيستي بيعمل هايبر كاليميا؟ لا بيعمل اسيدوسس؟ طب بيعمل جي اي تي ابس؟ خدنا حاجه بتعمل هايبر كاليميا وبتعمل حاجات كلها من ايه؟ مش اليوم صحيح اليوم انا سوكسيز يا كان عنده انيركس زي كونتنت وقفلنا البين وضيقنا الكونستريكشن عشان كان عنده هايبر كاليميا واسيدوسس سنه 73 ماشي ولا حد فاكر اصلا من انزيم ماشي مش مشكله ماشي. يبقى احنا قلنا رقم واحد هايبر جلاسيميا جلوكوز كانت انتر سيلز وليها ايش؟ رقم اثنين دكتور منيح رقم اثنين هايبر كاليميا بسبب اكسترا سيلر شيفت والبوتاسيوم وكيتن بودي ليه دكتور منيح؟ بسبب الليبوليس يفلك في التسلسل الفات فطلع كيتن بوليس. الاستاذ دكتور ايمان عنده اسيدوز يفلك في عنده الاسيدوز على الكارديك مصر سكيلتا مصر جاي كلها بيحصل فيها ويكنس مصر بين مصر كامس. اهم حاجه على الجاي تي بنطلع بنطرد البوتاسيوم والهيدروجين والاسيد في الجاي تي فعشان نطردهم بيحصل بقى هايبر موديلتي في الانوكسيا زي ممكن وابدون بين زي الاديسون بالظبط. طب بعد كده رينا نوافر سبايرتر بين او رينا سبايرتر سبايرتر حصل ايه؟ كوزمون بريسنج اللي هو بيديك بيسنج عشان اوش السي او 2 ويحصل كمان اسيتون ادر. طب رينا يحصل بوليوريا و وجلوكوزوريا وكده. ايه انفستيجيشن ازاي نشخص عيان عنده ليك ايه؟ دكتور يمان ازاي نشخص حد ليك ايه؟ اسمه بيكي ايه؟ يعني عنده هايبر جلايسيميا جلوكوز اعلى من 250 رقم 2 يا رندا رقم 2 السي حاجتين كيتو كيتو بوري و هايبر كاليميا بس السي بوتاسيوم عالي عنده هايبر كاليميا اعلى من المفروض 3 ونص 4 ونص هيبقى اعلى هايبر كاليميا وكمان وفي كيتو بوري فورميشن موجوده في اليورين بقى صح؟ يعني في اليورين هلاقي في كيتو بوري واسيدوز يعني البيت شال من كام؟ 7.3 من 10 طب في اليوم كنا في كيتو بوي كيتو بوي وهيبقى معاها ايه؟ جلوكوز صعبه ليه؟ يبقى الانفستيجيشن من كلمه دي كي دايبيتك يبقى عنده ايه؟ هايبر جلاسيميا جلوكوز اعلى من 250 وبعدين كي عنده سيرم بوتاسيوم عالي اعلى من 3.5 هاي وبعدين اسيدوز البي اتش 7.3 طب اليوم عنده جلوكوز وعنده كيتو بوي صعب الكلام ده؟ طب عالجه ازاي؟ ازاي عالج حاله دي كي؟ قلنا كلمه دي كي برضه دايابيتك يعني عنده هايبر جلايسيميا ودي هايبيشن صح؟
اعالج الهايبرجلاسيميا ازاي؟ بالانسولين. واعالج الديهايدريشن ازاي؟ بالفلو. جلوكوز ولا سلايم؟ لا سلايم. سلايم يعني هديله جلوكوز هو ده. طب والبوتاسيوم عيل عنده هايبركاليميا صح؟ اه. بس وانا بعالج هدي بوتاسيوم، اقول لي هدي بوتاسيوم. وعنده ازيلوز هدي صوديوم بايكارب. يبقى العلاج على بعضه استعمل في حته حته. رقم واحد اللي عنده ديهايدريشن وهايبرجلاسيميا. اديله فلور الاول ولا انسولين الاول؟ اهم حاجه الفلور. العيان ده اللي هينقص حته الفلور مش الانسولين. العيان ده عنده سيفير ديهايدريشن هيموت بالديهايدريشن. فاحنا بنعبي العيان ده فلور بنديله من 4 ل 8 لتر سلايم. 8 لتر اه. يبقى رقم واحد بندي حاجه اسمها فلويد سيرجي بندي سلايم بندي من 4 ل 8 لتر سلايم. بيديهم ازاي؟ ايه الريجيم بتاعهم؟ بيمشي عليهم ازاي ل 4 ل 8 لتر؟ ندي اول حاجه لتين في ساعتين. ازاي هدي لتين في ساعتين؟ يعني ادي كل ساعه صح؟ لتين في ساعتين يبقى بدي 1 لتر كل اور لمده 2 اور. حد فاهم؟ لتر في الساعه لمده ساعتين. بعد كده بدي نص لتر كل ساعه. اشمعنى؟ عشان ابقى ماشي الجينات وريه. عشان ما يحصلش مثلا سيرفر اجيب لو اديت كميه كبيره. عشان ما يحصلش اوفر على الفرد فيلير فبدي شويه شويه. يبقى اول حاجه اديت لتين في ساعتين لتر في الساعه وبعد نص لتر نص بقى بعد نص لتر في الساعه. كالاول لتر في الساعه بعد ساعتين لتر نص. ساعتين نص لتر في الساعه. ماشي بسهلها عليكم بس يبقى لتر في الساعه وبعد كده نص لتر في الساعه. سهل. اول ساعتين لتر وبعد في الساعه وبعد كده نص لتر في الساعه. وبعدين حتى الفلور انا هدفي من الفلور ان انا اقعد حته الديهايدريشن دي. وبعدين عنده هايبر جلاسيميا او هايبر او دايابيتيك يعني هايبر جلاسيميا محتاج انسولين. فانا هدي بعدها انسولين. بدي انسولين قد ايه؟ بدي ممكن ادي انسولين اي في او انت مسكرال او سبكوتينيوس. مش هينفع ادي سبكوتينيوس. احنا لو عيان عادي بنديله سبكوتينيوس لكن ده عيان عنده سيفير ديهايدريشن فعنده بور كوتينيوس سيركيوليشن. الدم واصل للجلد قليل عنده هايبوتنشن وبور كوتينيوس سيركيوليشن الدم مش واصل للجلد. فلو خد الانسولين سبكوتينيوس مش هيشتغل مش هيوصل. فبدي اي في او اي في. احسن حاجه اي في. بدي من 5 ل 10 يوم. من 5 ل 10 يونت شو تاكد انسولين سريع كده في المستشفى اسمه اكت رابيد. يبقى من 5 ل 10 يونت اي في كل ساعه. كل ساعه 15 وحدات لمده حوالي 3 ساعات. لو هدي اي ام الاي ام بدي جرعه اكبر شويه. بدي 20 يونت كستارت لوز. ببدا ب 20 كالوري كده وبعدها بدي 6 في الساعه. فاحنا هنشتغل بالاي في 5 ل 10 في الساعه كلها. ساعه ب 6 اي ام ابدا ب 20 وبعد كده 6 في الساعه. خليك في الاي في 5 ل 10 وحدات. يبقى انا اول ساعه اديت سلايم وهديت انسولين من 5 ل 10 وحدات وبالساعه الثانيه بتابع بكمل نفس الطريقه. لو انا في ثاني ساعه الجلوكوز ما قلش 10% كان 1000 المفروض يقل 10 يبقى كام؟ 10% يبقى 900. لو ما قلش ال 10% دول اقول لك زود الانسولين دوز. حد فاهم حاجه؟ في السكند اول لو بلاد جلوكوز ما قلش اكتر من 10% هزود انسولين. طب لو بلاد جلوكوز قل وصل لحد 250 اتش 250 عمال اعالج ثاني ساعه لقيته كان 900 بقى 250 اقول لك وقف الانسولين وقف جلوكوز. لان لو وصل 250 ده خط احمر مخيف. ليه؟ ما هو في انسولين في الدم لسه هيشتغل. فال 250 بعد دقيقه هيبقوا 50. حد فاهم حاجه؟ لسه انسولين جوه هيشتغل. بقول لك لا اتش جلوكوز 5% عشان ال 250 ما تقلش قوي. حد فاهم حاجه؟ يبقى في ثاني ساعه لو بلاد جلوكوز لازم الكريز ما قلش عن 10% هزود الانسولين دوز. لو بلاد جلوكوز اتش 250 ده خط احمر قد بعدها جلوكوز 5%. صعب الكلام ده؟ يبقى انا بعالج ازاي؟ رقم واحد فلويد سيرفي من 4 ل 8 لتر سلايم لتر في الساعه لمده ساعتين وبعدين نص لتر في الساعه. وبعدين بدي انسولين اي في 5 ل 10 وحدات في الساعه او اي ام 20 ثم 6 في الساعه. ما بحبش السبكوتينيس عشان هو كوتينيس سيركيوليش. وبعدي تابع اول ساعه وتابع ثاني ساعه وثالث ساعه. ثاني ساعه في الساعه الثانيه لو بلاد جلوكوز ما قلش 10% هزود الانسولين دوز. ولو بلاد جلوكوز وصل 250 هدي جلوكوز 5% اي في. وبعدين انا كده عرفت الجهه ليش عرفت الهايبر جلوكوزيما. ما لسه بقى انا قلت الجهه هدي بوتاسيوم. ليه؟ ما هو الجلوكوز هو داخل جوه الخلايا هياخد معاه مين؟ الجلوكوز هو داخل جوه الخلايا هياخد معاه بوتاسيوم. يعني الصوره صور الجلوكوز لما يخش هياخد معاه بوتاسيوم فيحصل هنا هايبوكاليميا. ليه؟ دي تو انتر سيلولار شيفت. انا هخش هنا هايبوكاليميا وابازمي فلازم ادي مين؟ لازم ادي مين؟ بوتاسيوم. دي تو انتر سيلولار شيفت وبوتاسيوم. طب بعد كده الاسيدوز بنعالج الاسيدوز بنصلحها ازاي؟ بندي صوت البايكار. ابجولات كده في المستشفى بنسمع صوت البايكار بندي له ابجولين ثلاثه كوزين خلصنا. يبقى علاج رقم واحد انسولين فلويد سيرفي. وعرفنا ازاي؟
انسوا السيب وعرفنا السيب وبعدين ودسم عشان انت بسيب شفت وبعدين صوت البيكار عشان الاسينوزس. طب ايه الكومبليكيشن اوف تريتمنت؟ ايه الحاجات اللي ممكن تحصل واحنا بنعالج؟ كومبليكيشن اوف تريتمنت اثناء العلاج ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل شويه كومبليكيشن اثناء العلاج زي ايه؟ انا بدي فلور كتير صح؟ 4-8 لتر ممكن يحصل هايبر فوليميا يبقى رقم واحد كومبليكيشن اوف تريتمنت ده سؤال مهم. رقم واحد ممكن يحصل هايبر فوليميا. رقم اثنين ممكن الجلوكوز لما يخش جوه الخلايا هيشد جوه فلويد صح؟ خلايا البين لما يخش جلوكوز ويشد جوه فلويد مش ممكن يحصل السويلنج في البنسل تبقى سويلنج تعدي ميه زياده صح؟ يبقى اذا الخلايا المخ لو دخلها جلوكوز كتير شد جوه الميه بقت سويلنج فيحصل له برين ايديم صح؟ يبقى رقم واحد هايبر ديفيوجن على هايبر بوليميا على مستوى السيركيشن كلها وعلى مستوى البين برضه بيعدي ميه زي الهايبر بوليميا ممكن يحصل حاجه اسمها سيرفر إيه. ساعتها اللي عنده كان جاي في دي كي مش كان جاي عنده الستيبل كونشوس ليفل مش دي كي ده دايبيتس فمستوى الوعي مش قوي ساعتها وانت بتعالج بدا يفوق معاك وانت بتكمل علاج بدا يكوماتوس تاني فتعرف ان انت دخلت على مين ستيبل لما تعمل على طول سي تي تلاقي عنده سيبر دي يبقى طبعا هايبر فريم رقم 2 سيبر دي رقم 3 ايه كمان مش ممكن انا بعالج اديت انسولين زياده فراح قلب من هايبر لهايبو زي الراجل اللي دخل مني وصل 13 ده ممكن يحصل هايبو جلايسيميا ومش ممكن وانا بعالج البوتاسيوم اللي يخش مع الجلوكوز وانا نسيت ادي بوتاسيوم فيخش مني هايبو كاريميا يبقى اربع حاجات ايه الكومبليكيشن عشان بدي جلوكوز وبدي انسولين فممكن يخش في هايبو جلايسيميا هايبو كاريميا ده عشان بدي مين انسولين هايبو جلايسيميا جلوكوز هايبو كاريميا وعشان بدي فلو هايبر فوليميا وسيرفر ايه الكومبليكيشن؟ هايبر فوليميا يعني ايه دي كده؟ قلنا عباره عن ايه؟ دكتور لبنى يعني دي كده؟ عباره عن اكستريملي سيريس ميتابوليك كومبليكيشن اوف دايبيتس كاركترايز باي تايب من ثلاث حاجات اللي هم هايبر جلايسيميا وليه قلنا بيحصل مع مين كان مع ايديولوجيا رقم واحد تايب 1 دايبيتس ليه تايب 1 مش هو بياخد انسولين؟ اقول لك تايب 1 لو بريفيسلي ان دايجنوست ما كانش متشخص قبل كده صح او لو عنده ميد انسولين ما خدش انسولين النهارده فحصل ايه يبقى يحصل تايب 1 انت بريفيسلي ان دايجنوست او ميد انسولين كوش رقم الدنيا يا دكتور ما يحصل في تايب 2 انت لو تعرض للبريسكشن انفكشن اي ستريس كوش كلينيكال بيكشر كلمه دي كي يعني دايبيتس وليها دايبيتس يعني ايه دايبيتك يعني عنده هايبر جلايسيميا عنده هايبر جلايسيميا جلوكوز كان انت سيلز دي في انسولين ديفيشنسي صح رقم 2 دي هيديشن عشان الجلوكوز عالي عامل جلوكوز اسمه الدايوس رقم 2 الكيدي قلنا الكيتون بودي هو هايبر كاريميا ليه عنده هايبر كاريميا عشان البوتاسيوم بيخش وعشان في اسيدوز اكسترا سيلر شيفت في البوتاسيوم طب ليه الكيتون بودي فورميشن عشان ما بيكسرش الجلوكوز فيحصل لايبوليسيس فيتكون بين الكيتون بولي مين الكيتون بولي اسيتون اسيتوستيك اسيد وكده هدوس كتير اسيد فتعمل ايه اللي هي مين الاسيدوز ايه الاعراض الاسيدوز على كل المصر سهله اهم حاجه على اسبات وهنا على اسبات يعمل ايه ده بيدي بيس الكوزمو بيس واسيتون اضر عايز كلمه بوليرو بروفوزو يا سهله كير بيزنيشن من كلمه دي كي دايبيتك يعني هايبر جلاسيميا اكتر من 250 صح والكيس سير بوتاسيوم عالي وعنده ايه كيتون بولي في اليوم وليه عنده اسيدوز يعني بي اتش اي من 7.3 صعبه عالج ازاي دايابيتك ودي هيدريشن دايابيتك يعني عاوز انسولين 15 وحدات كل ساعه اي في ودي هيدريشن دي الثانيه يعني عاوز فلو من 4 ل 8 لتر كل ساعه لكن ساعتين سم نص لتر في الساعه وتابع في اول ثاني ساعه اذا في الثاني ساعه البلاد جلوكوز ما يقلش عن 10% هزود الانسولين واذا وصل 250 هضيف جلوكوز اي في واكمل عليك هدي كي اللي هو بوتاسيوم اشمعنى عشان انت سيلر سيف اثناء العلاج بالانسولين والاسدوز هدي صوت البايكارب عشان الاسدوز حاجه كده المشاكل العلاج انا اديت حاجتين اهم حاجتين اديتهم انسولين وفلو الانسولين يعمل هايبوجلايسيميا وهايبوكاريميا مع بعض والفلو يعمل هايبوكاريميا وسيلر